هنتكلم في الجزيرة البلوكس، ناخد معاه توات أول دفاع. اليوم عصب مقطع أسطوري، هذا أعطاني الشخص الأسطوري، واحد متابعين أسطوري أعطاني بيت أصور عنه وأرجعه، وأنا طبعا هرجع له إياه. أعطاني إياه عشان أصور وينه. انا حلفت له انه رجعه، قلت والله برجعه، ما اكذب عليه ابدا، والله برجعه. يعني اصور عنه المقطع ونرجع له اياه طبعا. نلعب مود هارد، ما نختار شوي صعب علينا كثير، ما نختار جدا جدا صعبة، نختار هارد. دقوا بفصل اختار مود هارد، ما عندنا اياها كتير تطلع صعبة، بس انه نجرب السنستر تي في مان تايتن هذا. طبعا نبدأ بالساندا تي في مان، غريبة ليش ما فات، مع انه بدأ معي في السيرفر ما اعرف ليش، هل هو المشكلة النت يمكن المشكلة فيه. هو ما فينا ننزل فيه من اول جيم، انه بده 1500 بس عنده رنجين سبلاش زائدا اي او اي دامج، والرنج 45، واحدة زي هاي واحدة قوية جدا تكون، اكيد واحدة تكون قوية جدا. لا خلي دول يعدوا عادي، انا دافع الا هون عنده، هون عند الدفاع بس شوية مصاري عشان نقدر ننزل هاد. متحمس اجربه، لحد الان ما بعرف ايش بيعمل. دي بي اس 60,000 بس ثاني الواحدة، بس يعني دمج عالي جدا، 60,000 ثانية واحدة بس. بين عليه اصلا اسطوري، شوفوا حتى بالصورة عاملين اسطوري، يمكن شكله بالملعب عم تنزله انت مش لهالدرجة، بين شكله زي اللي بالصورة اكتر، احلى منه بكتير بالصورة. شوفوا بالصورة كيف عامل شكل، وبالملعب بالملعب كيف شكله. انا حاولت احصله بس مستحيل تحصله، صعب. انا لحد الان بال 46، لا مو 46، 45، 45 لسه ما وصلت لل، بس انا طول ناقصني 5 من التاير حتى احصل الاسطورة هاد شخصي. بس بحب اشكره انه هو اعطاني يونت زي هاي قوي، اصور عنها وارجعها. هو مقطع اسطوري، ممكن نزله هلا. لا لسه، خلينا نستنى شوي ابجريد لهدول. حرام، كنا نعمل ابجريد بعدين يجي الويف اللي بعده يعطينا مصاري اكتر، كنا نعمل ابجريد كمان لهاد. لا خلي اوت سكريب مثل ما هو، هلا بنزله. ما بعرف هو رينج 47، ما بعرف اذا من هون للبوابة يوصل، جربوا هون. هو ابجريد تبعه معروف انه ابجريد تبعه غالي، عيبدا هو اصلا سعره بيبدا ب 1500 وابجريد تبعه ب 2000.
نازلة اهو نحاول. شوفوا دمجه عالي اصلا، تخيل نشعل الدمج هذا، نفعل الانفجارات، وكل داون بطيء 0.5 مو لدرجة سريع، ويمكن بس المتفجرات البطيئة. دمجه عالي 750، بجد 750 بيدمج ال اي او اي، بدمج 750 مو زي هداكي اللي لا الهدايا بريزنت تايتن بريزنت مان، لكن ضعفه وهو اصلا دمجه مش للدرجة قوي، عم يدمج اقل من مكتوب عليه. حد انا حصلتني على الوضع زي هذا، النت قوي كتير هذا السبب سميت ان انا ابجريد. نعم الفصل بيرجع لكم بقى، وصلنا نوصل لويفات اعلى من الويفات اللي فيها نحنا. نشوفكم بعد الفاصل، هذا الابجريد الاخير للسنستر تي في مان تايتن، سنستر تايتن تي في مان. شوف بدأ يتغير شكله، حتى صار شكله اسطوري، وشوفه هلا عم يدمج بيدمج ايه كيف عم يضوي بيضوي. اوه وصل للماكس، هم بصورة مش حامل المنجل هاد. اسطوري، حتى الدوائر تبعه كتير عنده دوائر، لحد هذا الوحدة من الوحدات ما تضعفت مو زي البريزنت هذا. لا هذا مثل ما هو من اول منزل، من اول منزل هو مثل ما هو، ما عدلوا عليه حتى شيء. حطوا مثلا وين ممكن اللي بياخد وسع كتير، ما نخلي احط ما بدل احط اكتر من واحد جنب بعض. انا لو بقيت ناقص دمجه وناقص سرعة ضربه وكبر الرنج، والابجريد اللي بعد هو الابجريد الاخير 12000، يعني 14000 يعني 18000، ويمكن اغلى من البريزنت تاعت النهاية. الابجريدات اغلى اكتر واغلى بيصرخ. بصراحة قوي جدا جدا جدا. لكو ال الدمج ال الدمج تبع ال سبلاش ما بيدمج، ما بيبطل اجهزة كتير زي ال زي الانفجارات المتفجرة، هذا بس دخان بيضرب. انا احاول، يمكن انا اتكسلت فيه شوي، بس اما بدي احصل دونها اتكسلت فيه شوي، بس بعد ما شفت قوة الموجود بشخصية هاي غيرت رأيي، واحاول انه قدر المستطاع اقدر اوصل له. ما عاد بعيد غير 10 جيمات بس، وبكون حصلت دونها خلاص كل 10 جيمات. بس تحس الموضوع شوي ممل ونفس الوقت رخم كمان. هون ما بضرب المنجل ولا هون، لا بصعوبة بعيد،
هتلاقي كده يضرب بسهولة. أرجعكم بعد الفاصل، بنكون وصلنا للويب مثلا 45 50. أرجعكم بعد الفاصل على الويب 48، وحطيت الأربعة الناس ترتيب في معن، أنقي سالي وأعمل له سكرين شوت للأربعة دول. مات البوس، كمان الجيم ب 15 دقيقة، أسرع وقت أفوز فيه الهاردنة. أنا اليوم بعد الفاصل هلا هنرجعوا من ما أخدناه، هنرجعوا هلا برجعوا أنا، بس بدي أعمل آخر شغلي سكرين شوت، بس لازم أعمل سكرين شوت بدون الماوس. هيك برجعوا شوفوا احنا اخذناه منه ورجعناه. تنكتم الصوت بس رجعناه. شكرا انه ايه، بس شكرا انه وثق فيني، شكرا كتير اسطوري اعطانا اياه. جربوا رجعوا لما شفتوا السنستر تي في مان، شخصية كتير اسطوري، اكيد طلع معنا بفيديو. صح انه الجيم عنده كان معلق هو، بس اعطانا جربناه ورجعناه اسطوري كتير. ومع السلامة.